صباحكم مبارك، مرحبا بكم مشاهدينا في الموعد الإخباري الأول لهذا اليوم. توجه اليوم 1.5 مليون من حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من شعائر الحج، ويقف ضيوف الرحمن على صعيد عرفات ويصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ينفرون بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت هناك، ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة، فينحرون الهدي والأضاحي، ثم يتوجهون إلى بيت الله العتيق بمكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة. غدا الخميس إذن هو يوم عيد الأضحى المبارك. الأسواق على عادتها مزدحمة بالأضاحي، لكن أحيانا دون مقبل على شرائها، أما أسعارها فهي كالبورصة تصعد وتهوي وفق حركة السوق. لا حديث هذه الأيام سوى عن أضحية العيد. في السوق المخصصة لبيع الأضاحي بالمروج تباينت آراء المواطنين بخصوصها. سوم قبل بساعتين كان غالي شوي، كان توا طاح قرابة 40-50 دينار على قبل. أنا توا عندي ساعتين تقريبا لهنا، شفت السعر توا خذيت كي طاح السوم. خذيت 300. والله بالعين الواحد يا أخو مش. معلوش السنة ما تقربش، كل زوالي كل اللي لاباس عليه كل الكل. الأسعار غالية، الأسعار غالية، الناس قليلة هنا واحد والياسر. الفلاح يرى أن أسعار بيع الخرفان تبقى مقبولة مقارنة بتكاليف تربيتها. 300 شوف، ما بعد ما تسليش قالك غالي عليهم، واش كارت 100 كيلو شعير ب 45,000. أسوأ من السنة في المتناول، أي معناه مواطن ينجم يعيد أمور واضحة من 350 والباهي باهي. تو أنت تحب علوش معناه يوزن 50-60 كيلو ويبيعه لك ب 350. الفلاح أسوأ من باهي اليوم، من 450 ل 500 خير من عامنا. وبالنسبة للفلاح في سوق الوردية لبيع أضحية العيد اشتكى المواطنون من قلة عرض الخرفان وأبدوا استياءهم من عدم توفرها بنقطة البيع المنظمة. بصراحة ما فماش العلوش، ما يعملش الاكتفاء نتاع الناس هذه الموجودة لهنا. يقول لك فما البحر بتاعي، فما شيء، شكون باش ياخذ شكون باش ياخذ؟ بطوار سايب القشارة قبروا دبروا روسكم. ما فماش يا بنت نتاع شماتة، سوام نتاع شماتة. لأختي ما عادش حتى أمل باش يرخصونا بالعلوش. وينو لما الوقت ايه؟ غدوة الوقت. وأمام الإقبال الضعيف على الأضحية يأمل الكثير من المواطنين أن تتراجع الأسعار قبل الساعات المتبقية لحلول العيد. مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدت الحركية التجارية نشيطة في الأسواق، فيما استعدادات العائلات التونسية لهذه المناسبة حثيثة لمواكبة هذه الحركية وأجواء ما قبل العيد بساعات قليلة. نحاول التحول إلى سوق الجملة ببئر القصعة إن أمكن، حيث مفادة الأخبار أماني طرهوني. صباح الخير أماني، كيف أجواء الساعات الأخيرة من الاستعداد للعيد بأكبر سوق جملة بتونس؟ بك يسعد الله صباحكم وبارك يومكم. نقطة جديدة هنا من سوق الجملة ببير القصعة. هنا الحركية كما تشاهدون ورائي، ولا حديث إلا عن أبرز ربما أو النجم الذي يتحدث عنه الجميع، الذي لا تحلو الأطباق الرئيسية التونسية في عيد الأضحى دونه: المعدنوس، السلق، السبناخ. أبرز ربما هذه الخضار التي تستعملها ربة البيت في مطبخ، نتحدث عن أسعارها وعن تزود الأسواق التونسية بها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد حبيب الدماسي، رئيس مدير عام الشركة التونسية للأسواق الجملة. سيد حبيب، إذا فكرة عن التزود والحركية قبل ساعات أو سويعات قليلة من عيد الأضحى المبارك. صباح الخير وعيد مبروك مع الجميع، ومرحبا بكم معنا في السوق. كما تعرف حركية بدأت من يوم أمس معناها بالنسبة للسوق الجملة، كما ذكرت في الأول، لأنه معناها النجم نقوله النجم الأول هو معناها السلق والمعدنوس. احنا وقع عملية إعداد وتحضير باش حبينا الفلاحة تجيب السلعة هذه باش على الأقل المواطن ما يقعدش معناها في نقص وغيرها، فبالتالي معناها العملية هذه أعطت الأكل نتاعها. شفنا يوم أمس أنه تقريب 45 طرناطة معناها من المعدنوس اللي جات معناها للسوق، 50 طرناطة معناها من السلق. اليوم نفس الشيء تواصلت معناها الحركية وجات 25 طرناطة معناها معدنوس، 50 طرناطة كيف معناها من مادة السلق،
والاسعار معناها كانت نفس الاسعار اللي هي كانت معناها نجم نقولوا الاسبوع الفرد 2500 بالنسبه للكيلو تاع السلق، الكيلو نعاود نقولوا الكيلو، وبالنسبه معناها كذلك للسلق معناها بدينار. بالنسبه لبقيه المواد الاخرى امس سجلنا تقريب جمله المواد حوالي 2000 طرناطه، معناها نعتبروه معناها رقم قياسي هذا في كميات معناها الخضر والغلال، خاصة الغلال نلقاه مثلا العنب اللي هو متصدر الطليعة، شفنا مثلا كذلك دخول مادة الدقلة اللي هي جديدة، مادة الرمان، شفنا كذلك دخول اللي هو مادة جديدة نجم نقولوا احنا مازالت حتى الواحد البصل الأخضر اللي هو موجود، إلى جانب كذلك البصل الشائع، البصل الشائع كان عندنا تقريب 130 طرناطة نعرفوا كذلك يقع الإقبال عليه معناها في خلال معناها عيد الأضحى المبارك. بصفة عامة كل المواد وكل المنتوجات كانت متوفرة بكميات معناها هامة، وكذلك أنه نشوفوا الحركية هذه أعطت معناها أكل متاعها أنه كل الناس معناها تزود وقع تزويد الأسواق، يعني الكميات موجودة متوفرة، خاصة نحكيه طوال على إقليم تونس وكوفة الأخيان التجار اللي يردوا على سوق الجملة حتى من داخل الجمهورية معناها لقاوا حاجتهم معناها في السوق هذايا. وبطبيعة الحال مازالت هي عمليات البيع والشراء كما تعرفوا متواصلة، خاطر يوم أمس تواصلت حتى المنتصف النهار، وإن شاء الله اليوم معناها نفس الشيء تتواصل العملية. وبطبيعة الحال بعتلي فما هي عمليات كما نعرفوا بخصوص الأسعار. سيد حبيب، هناك تشكيات، يعني المواطن يلقى رابطة مع دنوس في الأسواق بدينار وربما حتى ب 15%، ولهنا أيضا حتى التجار الموجودين لهنا يشكيوا من الأسعار، وثم بعض ربما المضاربة حسب ما حكينا من البعض منهم. صحيح، راهو شوف بالنسبة لنا احنا كما قلت لك السعر هو يتباع بالكيلو لنا، لكن نعرفوا الأغلب التجار وقت اللي يبيع هو في الأسواق التفصيل هو يبيع بالرابطة. فيهم ناس معناها ما نقولوش ما نعموش، فما البعض منهم اللي يعاود يحل الرابطه ويصغر فيها ويرفع معناها في السعر نتاعها، فما ناس راهي تستغل في المواسم هذه باش تلقى عمليه المضاربه، باش تلقى عمليات الاحتكاريه. واحنا نعرفوا راهو اليوم المراقبه الاقتصاديه منتشره في كافه اسواق التفصيل، حتى اليوم معناها موجودين معنا في سوق الجمله، وكل انسان بطبيعه حال مواطن اللي يتعرض للعمليات هذه عليه اتصال بالمراقبه الاقتصاديه، سواء كان اداره السوق حاليا الموجوده او كافه الادارات الجهويه معناها في كافه انحاء الجمهوريه. شكرا لك سيد حبيب الديماسي، شكرا لك، كنت معنا في المباشر هنا من سوق الجملة ببير القصعة. فقط نقول أن كافة الكميات متوفرة بالكميات اللازمة في الأسواق التونسية فقط لا للهفة. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك أماني ترهوني مفادة الأخبار، وشكرا لضيفك. في الوقت الذي تنشغل فيه العائلات بتحضير مستلزمات عيد الأضحى، يستعد الأطفال من جهتهم لاستقبال هذه المناسبة الدينية، عيد يسعد الأطفال ويبعث فيهم البهجة. كاميرا الأخبار رصدت معنى هذه المناسبة لدى الصغار. مع اقتراب يوم عيد الأضحى وفيما يزداد اهتمام العائلات التونسية بالأضحية وما تستوجبه من مستلزمات، يستعد الأطفال من جهتهم لاستقبال هذه المناسبة الدينية، كل على طريقته. نمشي نعنق أمي ونعنق بابا ونعنق جدي، نفتحوا فيه العلوش على خاطر زادة نعطيه الفقراء، ونمشيوا لجداتنا وعماتنا. أني نفهمها العائلة مش تتجمع مع العائلة اللي معتها ما يكلموش بعضهم، كي تبدأ العبيد ملمين مع بعضهم في الطاولة، يعلوا مع بعضهم يفرحوا كهو. ومعناتها والنجم إذا كان حب والدينا نتبرعوا بعلوش كامل. مفهوم العيد عند الأطفال له أكثر من معنى، إلا أن ما يجمعهم هو أنه يوم فرحة. أنا نحس روحي فرحانة نفرح فيه، هي فرحة جماعية تجمعنا وتلممنا ونفرح الناس الكل كل كي ونتجمع. بالنسبة لي معناتها يلمنا مع بعضنا ونذبح ونفرح الكل، وان شاء الله عيدكم مبروك. نحسوا بالفرحه، معناها نفرحوا برشا كراو العلوش نلعبوا بيه، خاصه كي نشويه.